السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس نزل تحديث جديد للآيفون اللي هو iOS 11.4. طبعا هذا التحديث أفضل من 11.3، صحح كثير من الأخطاء، خصوصا اللي يستخدم آيفون إكس في خاصية فيس آي دي، صار بسهولة يدخل على الجهاز، ما في تأخير، ما في مشاكل. وبرضو صح مشاكل البصمة اللي يستخدم آيفون 8 وأقل من كذا. برضو زي ما قلت لكم، البرامج، الدخول من البرامج والخروج منها، يعني في مشاكل كثير. وبالنسبة للإضافات، حطوا خاصية جديدة للآي كلاود اللي هي حفظ الرسائل النصية على الآي كلاود، تقدر تحفظها على الآي كلاود. طبعا اللي ما عنده مشاكل بالبصمة، ما عنده مشاكل بالتطبيقات، وخصوصا اللي هو ان الجيل بريك او ينتظرون الجيل بريك، وما تهمهم هذه الخصائص، يعني زي خاصية حفظ الرسائل على الاي كلاود، لا يحدث جهازه، يعني مو ضروري. اللي اذا ما تعاني من مشاكل في جهازك، لا تحدث جهازك، لان ان شاء الله عن قريب جدا، يعني اقل من شهر، راح ينزل اصدار جديد اللي هو iOS 12، وراح نوافيكم اول باول بهذا الشيء. هذا كل اللي عندي اليوم، اتمنى شرح واضح وبسيط. اي سؤال او استفسار، انا دائما وابدا بالخدمه. اشكركم على المتابعه، وفمان الله.